سلام الله عليكم أحباءنا في قناة المشاهد. مر نصف قرن بالكامل على يوم تتويج أسطورة مانشستر يونايتد جورج بيست بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانك فوتبول، حيث أن النجم الإيرلندي الشمالي توج بها يوم 24 من ديسمبر عام 2018. بيست الذي اعتبر من أفضل المواهب التي مرت على تاريخ مانشستر يونايتد، لديه تمثال أمام ملعب أولد ترافورد بجوار دينيس لو وبوبي تشارلستون، وهم الثلاثي الذي قاد مانشستر يونايتد للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ الأندية الإنجليزية عام 1968. رحل بيست عام 2005 عن عمر يناهز 59 عاما، ولكن أرثه الكروي وتصريحاته المثيرة للجدل ما زالت عالقة بالأذهان. تصريحات جورج بيست لا زالت عالقة بالأذهان. يقول: أقلعت عن الكحوليات ومطاردة الجميلات، وفي الحقيقة كانت هذه هي أسوأ 20 دقيقة في حياتي. مقولة سخر فيها النجم الإيرلندي من مطالبات الكثيرين منه بالتزامه بحياته الشخصية حتى لا يهبط مستواه الفني. وسامة جورج بيست ومهارته داخل الملعب جعلته يتلقى آلافا من الرسائل عبر البريد أسبوعيا، الأمر الذي علق عليه بيست وقال إنه قام بتعيين أحد الأشخاص في وظيفة مخصصة للرد على رسائل المعجبين. عندما أموت أتمنى أن يتذكرني الجميع كأعظم موهبة كروية، لن يتحدث عن الحسنوات وشربي للكحوليات والسيارة السريعة، سيتذكرون موهبتي في كرة القدم فقط. كانت هذه كلمات جورج بيست الذي لولا إدمانه للكحوليات لحقق إنجازات مضاعفة. يقول: أنفقت الكثير من المال على المشروب والنساء والسيارة السريعة، أما الباقي فبدرته تبديرا. هكذا كان يسخر بيست من حياته، كما أنه قال أيضا في جملة شهيرة أخرى: لو خيروني بين مراوغة 5 لاعبين من ليفربول وإحراز هدف من منتصف ملعبهم أو إقامة علاقة مع ملكة جمال العالم، سيكون الاختيار محيرا، ولكن لحسن حظي أنا قمت بالاثنين. بيست أيضا سخر من نجوم الذين لعب ضدهم، فقال عن دافيد بيكام: هو لا يسدد بأسره ولا يتدخل على اللاعبين ولا يلعب برأسه ولا يسجل الكثير من الأهداف، باستثناء هذه الأشياء فهو لاعب جيد. وقال عن النجم الإنجليزي المعتزل بول جاكو سويل: لقد قلت لجاكو سويل إنه إذا خضع لاختبار ذكاء سيحصل على درجة أقل من رقم قميصه، فقال لي: ما معنى اختبارات الذكاء؟ في يوم وفاته ارتدت بريطانيا كلها الأسود حزنا على رحيل واحد من أفضل ما أنجبته الساحرة المستديرة والتي وصلت موهبته للقمة، جورج بيست الإيرلندي الذي سحر العالم بغرابة شخصيته، حيث أنه ملأ الدنيا ضجيجا بموهبته وولعه بحياة الشهرة وحبه للإسعارات. فقد كان أول لاعب كرة قدم في التاريخ يدخل عالم الإعلانات ويتحول إلى موديل بسبب وسامته. كان جورج بيست يعشق النساء ويشرب الكحول بكثرة، ولهذا كان يصرف ماله بجنون من أجل الترفيه، حتى أصيب بالتهاب كبدي حاد تسبب في هبوط مستواه في عالم كرة القدم، وهذا ما جعله حرفيا دائما لدى نوادي السهر والحانات إلى أن فقد ثروته بالكامل في أيامه الأخيرة قبل الوفاة. لكن حياة بيست لم تكن كلها للمتعة فقط،
ففي الرابع والعشرين عام 1971، وخلال مواجهة بين فريق مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد، تلقى الموهوب الأيرلندي تهديدات بالقتل من قبل جماعات مسلحة، حيث أرسل شخص من الجيش الأيرلندي الذي كان يسعى لتحرير أيرلندا الشمالية من بريطانيا رسالة تهديد باغتيال بيس في المباراة. وحاول المسؤولون في مانشستر يونايتد وأسرة اللاعب بجعله يتراجع عن خوض المباراة، إلا أنه رفض ذلك، خاصة بعد أن علم بزيادة الحراسة الأمنية عليه عند دخوله إلى الملعب. لقد استحوذ أسلوبه في اللعب على المشجعين في أنحاء العالم، ولكن نمط حياته دفعه في النهاية إلى الإدمان على الكحول وأدى إلى إفلاسه. وإدمانه لم يكن مجرد عشق لمشروب ينتهي بانتهاء لذة اللحظة، بل هو الهواء الذي يستنشقه. لم يضحي بس بمسيرته الكروية فقط، بل فقد عائلته وأسرته، فزوجته أدركت أن لا فائدة في إقناعه بالعلاج من إدمان الكحول، فهجرته الأولى بعد أقل من 6 سنوات، والثانية تركته بعد أقل من 10 سنوات. لقد دخل بس المستشفى بسبب أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، ثم أصيب في الكلي وبنزيف داخلي. ومنذ أن تم زرع كبد لبس أصبح معرضا للعدوى بسهولة، إلى أن تدهورت حالته الصحية وتوفي في مستشفى كرومويل بغرب لندن في 25 نوفمبر عام 2005، عن عمر يناهز 59. لم يكن جورج بيست مجرد نجم كرة قدم، بل تعامل معه الجميع كأحد الشخصيات العالمية العامة. نجوم هوليوود، أحد أعضاء فرقة البيلز، لم يصل أحد من قبل تلك النجومية من قبله، فجميع النجوم كانت الأضواء تسلط عليهم داخل المستطيل الأخضر، بينما بيست أو ذا بيست كان الجميع يتهافت عليه وراء الكواليس مع ملكة جمال العالم، أو داخل إحدى السيارات الفارهة، أو في إحدى النوادي الليلية عاكفا على الكحول. اللاعب الأيرلندي استطاع أن يتعلم الكثير في مدرسة ناشئين مانشستر يونايتد، لم يرضى ببريق المدرجات وضجيجها، لينطلق عبر الأزقة راضيا بضجيج الموسيقى وأضواء الشوارع الليلية، باحثا عن شيء أكبر من النجومية البريئة الخضراء، شيء يرضي غرور الشاب الذي صعد مع مانشستر يونايتد عام 1961 في مرحلة هامة من تاريخ القلعة الإنجليزية التي فقدت أهم أجيالها في حادثة ميونخ. ليقف السير مارت بابسي يلملم شتات الفريق الذي لم يتبقى منه سوى بوبي تشارلستون، المثال الحقيقي لنجم كرة القدم المخلص لكل شيء يخص الملاعب. لتصعيد موهبة بيست الصغير ابن مدينة بلفاست الإيرلندية، والتي تمردت بعد أعوام على سيطرة التاج البريطاني، تمردا على الشكل المثالي لنجم كرة القدم المحبوب، أصبح جورج بيست نجم كرة القدم. لكن شيئا ما في داخله كان يدفعه لخارج تلك الملاعب، لكن للأسف الأمر لا يتعدى السيارات الفارهة والبنات الجميلات والكثير من الغرور. يقول: كنت أحلم بمراوغة الحارس وإيقاف الكرة على خط المرمى، ثم الانحناء على ركبتي ويدي وإيداعها في الشباك برأسي، وكنت على وشك فعل ذلك عندما سجلت أمام بنفيكا في نهائي كأس الأوروبية عام 1968، حيث تخلصت من الحارس ووجدت نفسي أمام شباك فارغة، لكن ترددت في النهاية، ففضلت عدم التسبب في سكتة قلبية للمدرب. مقولة من مقولات بيست المثيرة للجدل،
التي تعبر عن جموح كبير في أفكاره، حتى وإن كان يمر بحادثة كبيرة مثل نهائي دوري أوروبا للأبطال. يقول بيست الذي رحل عن مانشستر يونايتد بعد عدة مواسم من التألق: لقد رزقت بموهبة كبيرة منذ ولادتي، وأحيانا يكون ذلك سببا في تدمير حياة المرء، فكما كنت أسعى إلى التفوق على كل خصومي في الملعب، كنت أحاول التخلص من كل الناس الذين أواجههم في طريقي عندما أتجول في الشارع. يبدو أن جورج بيست كان يتمرد على موهبته وعلى القالب الذي دائما ما كان يتم وضعه داخله. أنهى جورج بيست مسيرته داخل اليونايتد عام 1974 ليرحل إلى عدة أندية غير معروفة في انتقالات لم تثر سوى الدهشة، والأغرب بأرقام تعاقد ضخمة. على سبيل المثال، بيست لعب لفريق جنوب إفريقي، ثم كورك سيتليك الإيرلندي، ثم محاولة للرجوع لمجده الكرة الإنجليزية عبر بوابة فولهام بعد عدة أشهر في الولايات المتحدة الأمريكية لم تصفر عن التألق بقدر ما أصفرت عن جرعات زائدة من الكحول، بالإضافة لرحلة احتراف بدوري هونغ كونغ. يقول: لقد عاشرت العديد من ملكات الجمال، ملكة جمال كندا، وملكة جمال المملكة المتحدة، ومملكة جمال العالم. لقد قيل في شأنه الكثير من الكلمات، ولكن القليل من قال بأن نجم مانشستر يونايتد جورج بيست هو أفضل لاعب موهوب بالفطرة جاء في تاريخ إنجلترا. فالسرعة والاتزان والرؤية والتحكم والقدرة على صناعة الفرص وإحراز الأهداف من مواقف يستحيل للآخرين أن يأتوا بما يفعله بالكرة، كلها سمات تحكي لنا نصف ما يملكه النجم من مواهب قلما تجود بها الملاعب. أما النصف الثاني منها فهو التحكم المدهش في مسار اللعب بطريقة على أكمل ما يكون، والألعاب الخادعة. ويقول عنه النجم بيلي إنه أعظم لاعب في العالم على الإطلاق. يذكر أن بيست سجل أحد أهداف اللقاء في الوقت الإضافي، والذي انتهى بفوز مانشستر يونايتد 4-1، واستطاع كذلك أن يسجل 28 هدفا من 41 مباراة، وحصل في نفس العام على أفضل لاعب أوروبي. وبعد مرور 4 سنوات بيست يفعل المستحيل في نهائي كأس إنجلترا، ويسجل 6 أهداف في هذا النهائي الذي انتهى بفوز مانشستر 8-1، وليصبح اللاعب رقم الأكبر في تسجيل الأهداف في لقاء واحد، ولم يستطع أحد كسر هذا الرقم إلى يومنا هذا. وبهذا الرقم دخل بيست موسوعة جينيست للأرقام القياسية، والذي شارك مع الفريق في 361 مباراة في الدوري الإنجليزي، أحرز خلالها 136 هدفا. هذا اللاعب من العباقرة في تاريخ كرة القدم، إلا أن إدمانه على الكحول والنساء خرب كل شيء كما خرب بيته، لدرجة أنه قال مرة: حاولت الابتعاد عن الخمر والنساء، فكانت أصعب 20 دقيقة في حياتي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.